السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم ومرحبا ها نحن نلتقي في درس جديد لمكون الصرف والتحويل بعنوان اسم الآلة قبل بدء الحصة لا بأس من استحضار بعض المعارف السابقة حول الاسم الاسم نوعان مشتق وجامد المشتق هو المأخوذ من الفعل ومن بين المشتقات التي تعرفناها خلال هذه السنه الدراسيه اسم الفاعل والمفعول اسم التفضيل اسم الزمان والمكان فحسب هذا التذكير سنصنف اسم الاله ضمن الاسماء المشتقه لماذا لانه يؤخذ من الفعل ولنفهم اكثر أدعوكم لملاحظة هذه الأمثلة المثال الأول يراقب عبد الله المصعدة المصعدة آلة الصعود مشتقة من الفعل صعده. المثال الثاني يقطع علي الخشب بالمنشار المنشار آلة النشر مشتقة من الفعل نشر المثال الثالث يزن البائع الفاكهة بالميزان الميزان آلة الوزن مشتقة من الفعل وزن بالنسبة للمثال الأخير تزيل الغبار بالمكنسة المكنسة آلة للكنس مشتقة من الفعل كنسة لندقق أكثر في هذه الكلمات مصعد على وزن مفعل فعلها صعد منشار على وزن مفعال فعلها نشرة، ميزان على وزن مفعال فعلها وزن مكنسة على وزن مفعلة فعلها كنسة، من خلال ما سبق نستنتج أن اسم الآلة هو اسم يؤخذ من الفعل للدلالة على الأداة التي يتم بها أداء هذا الفعل. ولاسم الاله اوزان قديمه مفعال مثل منشار مفعل مثل مبرد مفعله مثل مكنسه كما له اوزان حديثه فعاله مثل غساله فاعول مثل حاسوب فاعله مثل ساقيه فعاله مثل خزانه وللتمرن ننجز التمرين الاتي املا الجدول بالمطلوب احسنتم والان فلنصحح الاجوبه شكرا ابنائي بناتي على حسن انتباهكم والى فرصه لاحقه باذن الله